في ملحن شرقاوي كثير احنا طبعا نحترمه ونقدره، ودائما هو يزودنا بالطاقات الشابه الكويسه كثير. هو متواصل معنا دائما، هو الملحن ابراهيم الدخيل تواصل معنا، وبعد ما قلنا بعد انه عنده ايضا عدد من الاغاني اللي كان فيها على الوطنيه، بنفس الوقت جاب لنا اصوات جدا جميله اليوم. قال ما ابغى انه تجي حلقه صباحك وطن الا لازم انكم يحتفلون بعدد من الاصوات الشابه اللي موجوده، واللي هو وصب عليه بالخير. اكيد، وهو بنفسه قال لنا عليهم. طبعا اكيد احنا اليوم راح يسعدنا ويشرفنا احنا نستقبل الفنانين اللي متواجدين ويانا في الاستوديو، عازف عود وايمن عازف الاورج. نبدا معاك يا فهد ناصر، وانت عازف العود اللي موجود معنا اليوم، حياك الله. صباحك وطن. صباحكم خير ان شاء الله. صباح الخير. صباح النور حبيبي. كذلك العازف الاورج الاستاذ حاتم البشر، حياك الله. هلا مرحبا. حياكم الله جميعا. طبعا اول شيء خلينا نتكلم عن كيف مر عليكم امس في اليوم الوطني، وين طلعتوا وين جيتوا؟ نبدا معك اخوي فهد. والله كالعاده الانسان يفرح باليوم الوطني، شيء يسعد البلاد هذا الشيء. جميل. الحمد لله انه في امن وامان في هالديره دي. اللهم لك الحمد. الله ونشكر على كل حال. وين كنت امس متواجد؟ والله كنت طالع مع فضله الحواري والشوارع. شايفين الاحتفالات والعالم. كان في احتفالات فعاليات جيدة جدا الحمد لله، وكان تفاعلهم ممتاز جدا. استاذ حاتم. زي راي اخوي فهد ناصر، يعني الوطن يعني شيء يعني نقول مره في السنه. نعم. لازم نحرص عليه يعني، بالذات اللي هي يعني نشوف المهرجانات والفعاليات. دائما هي فرحه للكل. جميل، خصوصا امس بعد كان يوم اجازه، فالعالم كلها محتفله بطريقه يعني، حتى بطريقه ما اي الطرق كانت. المهم انه كل الطرق تؤدي لروما وكل الطرق تؤدي الى الاحتفالات. انتم كفنانين كان يعني اول شيء خلينا نبدا معكم نسمع شيء، وبعدين احنا نكمل بموضوع الاغاني الوطنيه والاوبريتات. وش تبون تسمعونا في البدايه؟ والله راح نسمعكم ان شاء الله تراب الوطن من كلام ملاك هجر والحان الاستاذ ابراهيم دخيل. ممتاز. نادتك يا سعودي لبيها، ارفع شعار الفخر في كل الاوطان. والدار نادتك يا سعودي لبيها، ارفع شعار الفخر في كل الاوطان. البرق الاخضر اللي معتلي فيها، كلمتي لها البشر ما له أحد تاني. الدار نادتك يا سعودي لبيها، ارفع شعار الفخر في كل اللي ما تلي فيه.
يستاهل بلادنا بالروح نفديها نحمي تراب الوطن من كل عدوان في ظل حكامنا ربي يخليه تبقى منارة الغيم في كل الأزمان تبقى منارة شعار الفخر في كل الأوطان الدار نادتك يا سعودي لبيه ارفع شعار الفخر في كل الأوطان. صراحة تفاجأنا حنا فناهد بغيت أقول لا توقف طبعا تفاجأنا حنا لأنه من عادة الشخص لما يكون ما شاء الله عليه يعني مبدأ يكون شوي كذا يعني مشاكس ما شاء الله فهد هادي وانت وحاتم فما توقعنا صراحة لأنه سبب الإبداع ما شاء الله الحمد لله هذا من ذوقكم أكيد الله يسعدك يا رب. من متى وانتم بهذا المجال؟ والله حنا من زمان لكن أنا بالنسبة لي في الساحة الفنية مقل جدا. ليش؟ والله هي لظروف العمل وكذا ولكن مع الزملاء وكذا الحمد لله يعني في تفاعل كثير بس ما شاء الله عليك يعني الحمد لله صوتك يعني طبقته يعني جدا حلو واحلى من اصوات يعني كثير قاعد احنا نسمعها ونعطيه مجال كبير. الله يسلمك هذا من ذوقكم اكيد. يعطيك العافيه. حاتم انت بدايتك مع الاورج كيف كانت؟ انا والله بديت مع العود. الاورج شفت الشباب وكذا الاخ فهد كان يعزف وكذا تحمست وتعلمت. انتوا اصحاب؟ الله الله. لكم مشاركات على مستوى الوطن او الخارج؟ شاركنا في كان فيه جلسه طرب في البحرين كانت العام وذاعت على تلفزيون البحرين في العيد اللي فات. جميل. والحمد لله لقت صدى جدا جميل باشراف الاستاذ ابراهيم دخيل. جميل. الحمد لله كان وضعها جميل جدا. طيب شيء نادر ان احنا نلقى مثلا ملحن مخضرم قاعد يدعم شباب. هذا الشباب عندهم اصوات عندهم امكانيات. يمكن الملحن هو ما هو بذاك الزود زي المنتجين اللي يقدر يدعمك بانتاج البوم او يقدر يطلقك للساحه الفنيه. لكن حلو لما يكون في ملحن قاعد يوقف معاكم وانتم. طيب تواصلتوا مع فنانين ثانيين والله احنا تواصلنا وطبعا انا اشكر الاستاذ ابراهيم دخيل لانه انسان جدا يحب يسعى للامور هذا الشيء. جميل. وهذا يسعدني كانسان انا توني مبتدي في فن اني الاقي صدر يستقبلني في اي يرحب فيني بخصوص الشيء اللي احنا نقدمه. حاجه عندك هوايه انك تحب تقدمها للناس يسمعونها فالحمد لله اللي قدمناها شيء جميل. بس على فكره انت صوتك جميل جدا حبيبي من ذوقك واداكم احنا على ثلاث سيدي كلنا متفاجئين يعني الله يسلمك ان شاء الله. احنا طمعانين ان نسمع كمان ان شاء الله بدنا نسمعكم حاجه كذا من الحان كمان الاستاذ ابراهيم دخيل اللي هي اولها عليك. هذه اغنيه عاطفيه. عاطفيه الله حلوه العواطف مع حب الوطن امتزاج بس حاول ترفع الاصوات من النقاش ما عندي مشكله انت بتغنيها من اي مفتاح. أولح عليك أولح عليك أكثر من الأول أكثر من الأول في غيبتك أصبح العالم ظلام ظلام واستفردك فيني حبيبي ملام ملام ألح عليك أكثر من الأول وأشتاق لك مهما الهجر طول ألح عليك أكثر من الأول واشتاق لك مهما الهجر طول يقرب من الروح عني يا بدلة روح يقرب من الروح عني يا بدلة روح ألح
عليه اكثر من الاول اكثر من الاول في غيبتك أصبح العالم ظلام ظلام واستفردت فيني حبيبي ملام ما لقيت اللي يستاهل حنان ترخص أيامي محتاجة حنان ما لقيت اللي يستاهل مكان ترخص أيامي محتاجة حنان ألح عليك ألح عليك أكثر من الأول أكثر من الأول يا سيدي بالله عود مليت أنا كثر الوعود آه يا سيدي بالله عود ما احترت أنا بيك الوعود حالي يضناه البعد حاول تعيد الوداع حالي أضناه البعد حاول تعيد الوداد يا سيدي ألح عليك أكثر من الأول ألح عليك أكثر من الأول وأشتاق لك مهما الهجر طول ألح عليك أكثر من الأول وأشتاق لك مهما الهجر طول يقرب من الروح عني يا بدلة روح يقرب من الروح عني يا بدلة روح وله عليك أكثر من الأول من جد يعطيكم العافية بصراحة يعني إبداع بصراحة انتم تحبون هالشغله فهد؟ والله اكيد الطرب والفن ما في حدا ما يحبه الحمد لله يعني حاجه لما يكون في ناس يعني مثل الاستاذ حاتم معي كمان يعني من الناس اللي احب اكون معه لانه يكون فاهم انت ايش تقول وفاهم احساسك فشيء اكيد انك تطلع حاجه حلوه والحمد لله جميل طيب ما فكرتوا يعني حاتم وش صوت طموحك بعد اوكي انت الحين ما شاء الله مبدع في هالمجال بالاضافه انت بتكون مع فهد وين ما راح في لما يغني وكذا ولا انه انت مثلا تقول لا مو كل الاوقات انا بكون معه لا والله كل الاوقات معه اطلع معه جميل طيب حلو التوأمة هذه وتنتج لنا شيء حلو طيب وش طموحكم وين تبون توصلون له والله الانسان حلو الانسان انه لما يستلطف كلام جميل ولحن جميل انه يقدم للعالم واهم حاجه يكون الاحساس انك انت توصل احساسك للعالم هذه اللي تستعمله فشيء جميل لما يكون يتوالف لحن وكلام ويكون انسان فاهمك في 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 ادائك بتقدم شيء حلو صحيح وهذا هو المهم يعني فالانسان يقدم صوره حاجه تكون كويسه جميل على طريق التفاهم انت لازم يكون اللي معك متفاهم معك اساسا واهم حاجه يكون تفاهم في المغنى في العزف في في لما تكون انت اله تعود تعزف او يكون واحد يكون معك سولو اورج يعطيك حاجة أنت كنت تبغاها بدون أنت ما تقول فهذا هو المهم هنا يكون هنا في إحساس عند الشخص العازف نفسه يكون عنده إحساس يوصل لك شغلة أنت كنت تبغاها بدون ما تحكي له فغير إنسان يكون لساته مبتدي معك فما نفس الحكاية الشاعر والملحن صحيح إذا يتعامل مع شخص معين جديد شيء أكيد أنه بيكون حاجة جديدة عليه فلسه ما تغلم لكن الحمد لله أنا وحاتم في تأغلم يعني مع الأستاذ إبراهيم عملنا شغلات كثيرة و الحمد لله جميل
طيب انتم مثلا يقول لك انا شخص ابدا مثلا في الاغاني العاطفيه، انا شخص مثلا ابدا في الاغاني الوطنيه، صحيح. انت وين تلقى اكثر شيء نفسك؟ والله انا القى نفسي في الحاجات الرومانسيه الهادئه طبيعي كذا، ولكن كثر يعني الحاح الشباب معي دائما في جلسات كذا اغني لازم حاجه سريعه رتم سريع، فحاولت اخذ له، لكن اميل للرومانسيه اكثر. الطربيه يعني الاغاني الطربيه يعني، بما انك انت عود يعني انا من جد يعني لان صوتك يعني مع العود بعد شيء مو طبيعي يعني ما شاء الله. هذا من ذوق، فحلو انك انت مثلا تنتج النهج السريع وبنفس الوقت انه ايقاع الطربي الاصيل. هو لازم الانسان انك انت تساهر وقتك بس بمحدود المعقول، انك انت اللون اللي تقدر تقوله، شيء ما تقدر تقوله طيب ممكن انه انتم ما تكونوا مجهزين نفسكم للاغنيه، بس انا خاطري جد ما ادري اذا في اغنيه مثلا طربيه انت تسمعها قديمه تحبون تعزفون عليها اثنينكم ولكم دائما مع بعض، يعني اختار لأي اغنيه طربيه ابي اسمعها الان، احس انه تطلع مره حلوه. وش بتختارون لنا؟ نختار نقول واقف. واقف يلا. واقف على باب الله عليك. شيء حلو. شوفي بدون انا ما اقول واقف هو خلاص عارف ايش اللي بنقوله. تقولها من المفتاح. اقولها من صوت. هذا النصيب انكتب أحبنا الصغيرون يحبني لكن هلا يخاف لا يدرون، هذا النصيب انكتب أحبنا الصغيرون يحبني لكن هلا يخاف لا يدرون، فضحتني يا هوى تالي كسفت الراب محد دار قصتي، والحين كل الناس واقف واقف على بابكم والهان ومسيل واسأل عن اللي سأل محبوب لصغير، ويوم مروا علي مروا علي سنتين لو أكثر ما قدر يا منيتي عن شوفتك يصبر، أحبنا الصغيرون يحبني لكن هلا يخاف لا يدرون، هذا النصيب انكتب أحبنا الصغيرون يحبني لكن هلا يخاف لا يدرون، فضحتني شفت الراج محد درى بصيتي، والحين كل الناس واقف على بابكم والهان ومسير، أسأل عن اللي سأل محبوب لصغي
فهد مثل هالاغاني يعني رغم انها قديمه الا انها لا زالت يعني تروق للمسامع، ايش السبب رايك؟ والله اكيد الالحان اللي تبغى زي هذه الالحان الشغلات القديمه، فزي ما قالوا قديمك نديمك لو الجديد اغناك، ففي بعض الاغاني الجديده الاغاني القديمه ما حد يسمع لها الحين، ما حد صار يسمع، والله في بعض الاغاني انت تطرب السماع لما يكون الانسان نفسه هو طربي ما بيدور للاغاني هذه، لكن في ناس تتبع الطور اللي هو السريع الرتم السريع تدور حاجه جديده. جميل. فالانسان اللي ذوق في الحاجه اكيد انه ما بيدور للشيء القديم، الحاجات اللي تبقى زي كذا، الحان باقي. جميل. بعض الالحان سن الشخص بسيط سريع وتنتهي. سن الشخص؟ إيه؟ لا مو شرط. الجيل الجديد ما يسمع الحاجات هذه. يبغى حاجات سريعة. في اغاني مثلا لأم كلثوم، في اغاني لعبد الحليم حافظ. للحين تطربنا بسماعها، احنا ما لحقنا على ام كلثوم او يعني انا حتى دائما انا بتذكر الحلقه اللي طافت كنت بتكلم مع بندر انه انا مثلا لما بجلس مع صحباتي في نوع من الاغاني اللي بسمعها هم يقولوا لي وش المود العجيب اللي عندك، فتو الجيل بس انه اللي يبغى يعني اللي يبغى الاغنيه الجميله. صحيح. وانا اميل كثير هي السر في الاغنيه تقريبا في الكلمات في اللحن. والله هو يعني شغلته ان هي تجمع اذا كان اللحن جميل واذا يكملها الكلام. اوقات ممكن تلاقي جمله جميله جدا لكن يكون الكلام فيها هو اللي ينقص انجذابك للاغنيه. انتم والله اجمل بصراحه. حبيبي والله يعطيكم الف عافيه. نبغى نسمع الختام عشان نطلع للتقرير. ما في مشكله نسمع نقول اي نقول هذه. طبعا احنا عندنا تقارير عن مشاعر الاطفال فبنسمعها بعد شويه ان شاء الله باذن الله. بسمعكم حاجه من الالحان اخوي حاتم وكلمات هذه محاولة تعتبر لي محاولة وإن شاء الله أنها تعجبكم. يعني عازف أورج وملحن ما شاء الله مبدعين والله مبدعين صراحة. لازم أعلى شوي تقولها هذا الدو دو على طول على طول صرت لي كل شيء سيدك أنا وعمي لا صرت لي كل شيء سيدي أنا يا افهم اسكت لا تتكلم احبك يا افهم اسكت ولا تتكلم قول احبك قول قول قولها ولا تهتم قول احبك قول 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 ولا تهتم لا يا حبيب امه وشلوني ما همك لا صرت لي صرت لي كل شيء
يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. من جد غيرتوا جونا. احنا طبعا يعني جونا حلو بس زاد حلاوة. الحمد لله جوكم مساء على طول. الله يسعدك يا رب. شكرا لك مطربنا المبدع فهد ناصر. يعطيك ألف عافية. إن شاء الله يا رب توصلون بسلامة الحسن. إن شاء الله. وأيضا حاتم البشر يعطيك ألف عافية. مشروع ملحة كبير ما شاء الله. الله يسلمك. إن شاء الله. راح نستغلكم في الحلقات الجاية عموما يعني. شرفنا. خليكم على اتصال. شرفنا بإذن الله. إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. ناهد عندنا تقرير مشاعر الأطفال للوطن بفرحة الوطن. أكيد مستمرين حنا في فرحة الوطن. أكيد راح نشوفه مع مشاهدين الكرام وبعدها إن شاء الله راجع لكم. خليكم معنا.